ملف الكردي، الناس أيضا منتظرة تسمع من الدكتور يوسف الكلابي ما حصل وسيحصل في أربيل من الناحية الأمنية، من ناحية الاستهدافات كردود فعل برلمانية، كمواقف برلمانية قبل ما تكون حكومية، لأن الحكومية واضحة مواقفها. أولا أنا مع الموقف الحكومي جملة وتفصيلا، مع الموقف رئيس الوزراء مو موقف غيره. اثنين، خلينا نجي نفسخ الموضوع. ابتداء العراق ومنذ 2003 قرر أن يكون المبدأ الذي يمشي عليه هو حسن الجوار، وأن لا يكون سببا في تهديد جيرانه وإرباكهم، باعتبار احنا 8 سنوات حرب ويا إيران، دخلنا بالكويت، سوينا مشاكل بالسعودية، يعني بالنتيجة بلد كان مقلق لجيرانه. فكان المبدأ الثابت والذي يعني تم تثبيته حتى دستوريا هذا. المعلن رسميا وحتى الغريب والقريب يعرفه أن هناك علاقات استراتيجية ما بين حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي وما بين الكيان الصهيوني. هم كيان الصهيوني؟ طبعا كيان صهيوني، لا احنا ما نعترف بها اسرائيل. اقصد من ناحيه اقليم علاقتهم. طبعا مع الكيان الصهيوني. ما اعترضت على مفرده الكيان الصهيوني عفوا، اعترضت على العلاقه يعني. طبعا علاقه معروفه. يعني هي علاقه مو مخفيه استاذ سحر. اولا هناك هم معلنوها. لا هي معلنة، هي موجوده معلنه، هي معلنه. شو ما رسميا معلنه؟ معلنه بعده محاور. الاولى النفط 70% كان من عنده يروح للكيان الصهيوني، وهذا قال مو انا قلته، قال وزير النفط الاتحادي ثامر الغضبان اللي انا وياك كنا معاه، وقال مدير عام شركه تسويق النفط سوم اللي انا عندي مشكله وياه، وقال المتحدث باسم حكومه الكيان الصهيوني. دول ثلاثتهم اكدوا طبعا، يعني هذا بيانات رسميه، جاي اتكلم عن عن بيانات رسميه، ما جاي اتكلم عن حديث اعلامي. واحنا عندنا قانون بالبرلمان طبعا بالتجريم. هذا واحد. اثنين، احنا كنا نتذكر الاستفتاء والاعلام اللي رفعت في 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 في, في, في اربيل، اعلام الكيان الصهيوني. وانا اعتبر انه اللي ورط هم اعتبروها تصرفات فرديه، لكن شيء تصرفات فرديه. يعني انا حكومه ومثل حكومه اربيل بها القانون، قال تم اعتقالهم وتصرفات فردية. نذكر هذا جيد أنذاك في 2017 بحكومة السيد العبادي. من تم اعتقالهم؟ على أساس في وقت تم اعتقال الأفراد اللي رفعت الأعلام الإسرائيلية. زين تحاكموا شو وينهم؟ أنا ما أعرف بعد، أنا عدو حكومي. منو قال؟ لا منو قال تم اعتقالهم؟ الممثلين للأحزاب الديمقراطية وغيرها أنذاك بوقت، ولا سامع عن عدهم هيك كلام ابدا. سمعنا احنا بهذاك الوقت، بس احنا ما عندنا الدليل للقاء. لا لا ماكو هيك كلام ابدا. طيب في ذلك الوقت انت تدرين الإقليم ذهب باتجاه الانفصال.